تكون الأسبانية تقدموا شوي عشان المغفل ما يكون العدد قليل. اليوم رح نحكي شوي عن التشوهات اللي هو أحد الأبحاث اللي هي التشوهات الخلقية. بتعرفوا أحد أهداف علم الجنين تقوم به هو الوقاية من التشوهات الخلقية وبالتالي تحسين نوعية حياة المرضى هدول اللي يكون بيهم الولد مشوه. بتشوفوا التشوهات الخلقية هي هدول عبارة عن مرادفات بتشوفوها بالكتب اللي بدكم تبحثوا يعني سينونيم عن نفس الموضوع. بتلاقوا احيانا بتلاقوا بيرث ديفكت العيوب الولادية كونجنتال مالفورميشن كونجنتال انومالي او انومالي احيانا هيريديتري ابنورمالي. كل هدول نفس المعنى هي معناهم التشوهات الخلقية اللي هي بالتعريف هي اي عيب سواء كان هالعيب بالستركشر بالبنية بنيوي او وظيفي اذا كان عيب بنيوي او وظيفي او استقلابي يعني بالميتابوليك بالميتابوليزم اي يعني اذا اي عيب بنيوي او وظيفي او استقلابي يشاهد عند الولاده او يشاهد عند الجنين او عند الوليد هذا بنعتبره تشوه خلقي. اذا تشوه التعريف اي عيب سواء كان بنيوي او وظيفي او استقلابي موجود. طبعا هلا ممكن يكون هذا يا ترى سببه جيني يعني جيني صار على مستوى يعني موروث او جيني صار اثناء تخلق الجنين او ما يسمى الابيجينيتكس صار في تاثر جينيا اثناء التخلق او انه يا ترى مكتسب. هذا طبعا كله نفس الشيء اثناء الحياه الجنينيه. طبعا العيوب الولاديه ممكن تكتشف عند الولاده ممكن تكتشف اثناء الحمل. في احنا مثلا اثناء الحمل بنشوف تشوه جنين استسقاء راس مثلا غياب احد الاطراف تشوهات بالدماغ الى اخره ممكن يكون اثناء الحياه الجنينيه ممكن عند الولاده يكتشف ممكن خلال 5 سنوات من الولاده. هذا طبعا شائع ممكن المرض يظهر متاخرا بعض الامراض ما بتظهر اعراضها الا متاخرا مثل بعض افات الدائري مثلا الكلى عديده الكيسه. نسبه حدوث التشوهات الخلقيه وسطيا 3% يضاف الى طبعا 2-3% يضاف الى 2-3% اكتشف خلال 5 سنوات. طبعا هلا مثلا اذا مشكله بالسمع عند لما يولد الولد ما بتبين ما هي؟ بالبدايه ما بينتبه ما بينتبه تمام؟ إذا المشكلة أحيانا خفيفة بالرؤية ممكن ما تبين، إذا لذلك تكتشف لاحقا إذا المشكلة لها علاقة بالمشي أو بطريقة التوازن كمان عند الولادة ما في، إذا في شغل 2-3% يكتشف بعد خلال 5 سنوات الأولى من الولادة، تصير مجموع التشوهات 4-6% تقريبا بعمر 5 سنوات. شو أسباب التشوهات الخلقية؟ رغم كل التطور بالطب ما زال 40-60% النص تقريبا انون مجهول السبب. هلا اللي معروف تقريبا هو الاسباب الجينيه او الصبغيه اذا في خلل بالصبغي، خلل بالصبغي اللي حكينا عنه زمان بالسنه الماضيه انيبلويدي سواء كان داون باتو الى اخره. هلا هذول بشكل 10-15% تشوهات. عوامل بيئيه تلوث بيئي او تعرض لاشعاعات او ملوثات بيئيه بشكل 10% تقريبا، والمالتي فاكتوريال جينيتكس اي اكثر شيء 20-25%. هي شو يعني مالتي فاكتوريال جينيتكس؟ يعني في عندنا كمان درستوها في عندنا الاستعداد الوراثي موجود بس ما بيظهر الا ضمن بيئه معينه ما هي؟ يعني بجوز يكون توأم حقيقي عنده نفس الصفات واحد حطيناه بافريقيا واحد حطيناه بالقطب الشمالي تلاقي واحد يمكن تظهر عليه الاعراض والثاني يمكن ما تظهر عليه الاعراض. اذا هذول هم باختصار اللي حكيناهم الاسباب. هلا اخطر مرحله لحدوث التشوهات الخلقيه انا مرحله حكيناها هي مرحله تشكل الاعضاء والمرحله المضغيه اللي هي مدتها 6 اسابيع من 3-8 ضمنها تمام؟ اللي هي المرحله اذا بنلاحظ من 3-8 اغلب الاعضاء يمكن اللي بعده اوضح. ملاحظين هي المرحله الامبريون بيريود هي ملاحظين اغلب الاعضاء تتشكل بهالمرحله. هلا في منها بتلاقي تنمو بعدين فبتاثر النمو، لذلك اغلب المشاكل اللي بتصير بعد يعني
الاسبوع التاسع والعورة هي لها علاقه بنقص النمو، نقص التطور العضوي بشكل كامل، تكون شكه. اذا اغلب الشكه طبعا لا تخلو من الخطر بعدها، بس اقل بكثير من المرحله المضغيه او المرحله الجنين. نفس الشيء هون هي نفس المخطط، لاحظين معظم الاعضاء تتشكل بهالمرحله هي. والمرحله الاولى قلنا خطورتها انه يا في اسقاط يا كل شيء او لا شيء، لانه اغلب تطورات الاسبوعين وين بتكون؟ بالمشين. فيا بصير التطورات على مستوى القرص الجنيني كثير قليله، يا بصير اذا كمل الحمل معناتها غالبا طبيعي، او بصير اسقاط لانه رح تتاثر المشين بشكل رئيسي. طبعا هذا التصنيف، عفوا التصنيف اللي حكي اللي حكى سابقا انه مراحل الحمل تقسم لثلاث اقسام رئيسيه. مرحله العلقه الاول او المرحله الاوليه، واحيانا بسموها مرحله البيضه المرقحه الزيجوت او البيضه المخصبه او اللاقحه. اذا هي اول اسبوعين، بعدين المرحله المضغيه من 3 الى 8، بعدين المرحله الجنينيه الخاصه اللي هي من 9 حتى الولاده. ملاحظين اذا اخذنا نسبه التشوهات، هذا المخطط البياني معظمه بيصير بهالمرحله من 3 الى 8. شوف كميه قليله جدا قبل وبعد كمان اكثر شوي بعد. اذا لا تخلو المرحله من الخطوره اللي بعد من التاسع ولا بعد. هلا طلع عندنا علم شيء اسمه التيراتولوجي. التيراتولوجي هو علم التشوهات الطبيه او علم المسخيات، اذا اجينا للمعجم الطبي الموحد. علم المسخيات هو العلم اللي بيدرس اسباب حدوث التطور الشاذ للجنين، يعني بمعنى اخر اسباب حدوث التشوهات الطبيه بشكل عام. وطبعا هي التيراتو من المونستر اللي هو الشوه او المسخ او الى اخره. هلا والتيراتوجين هي العوامل الماسخه، التيراتوجين هي العوامل اللي اذا تعرضت الى الحامل ممكن تحدث عندها تشوهات خلقيه. اذا نقول هذا الاشعه مثلا الشديده عامل ماسخ، مثلا بعض الادويه المشوهه هي تعتبر من عوامل ماسخه. اذا العوامل اذا الحامل تعرضتها بتسبب لنا تشوهات خلقيه. طبعا الكلمه زي اللي رح تمر معكم كثير واكيد اخذتوها، الساينز هي العلامات، السيمتومز الاعراض، السيندروم هي مجموعه من العلامات والاعراض، بنقول داون سيندروم. الداون تمتاز بمجموعه من العلامات والاعراض حتى قد تظهر بعض الامور بالاستقصاءات. الايتيولوجي طبعا الاليه المرضيه. هلا التايب اوف ما هي انماط التشوهات الخلقيه؟ اول شيء التشوهات الخلقيه هي نوعين، هي ماينر وهي ميجر، يعني هي صغيره وفي كبيره. اذا واحد عنده مثلا هون التحام شوي من الاصبع، هاد شو؟ ماينر كثير مشكله، ماينر. اما اذا كان غياب طرف صار ميجر. او تمام؟ اذا واحد عنده غياب له علاقه بالعين، غياب نقطي كامل، هذا ميجر بتعرفي. اما شوي تشوه بالصيوان ما اثر على الوظيفه يعتبر ماينر. تمام؟ اذا هذا هو بشكل عام. الانواع التشوهات اربعه. اول وحده هي المالفورميشن، بعدين ديسربشن، ديفورميشن، والسندروم. اول شغله المالفورميشن، المالفورميشن اللي حكينا هون البيرث ديفكت والانوماليز. تمام؟ والبيرث ديفكت والانوماليز وشو كمان؟ الانومالي والمالفورميشن والبيرث ديفكت. شو اخر واحد حكينا؟ ايوه الامر يعني شيء وراثي اموري ما لنا مشكله. هلا هو عباره عن خلل. المالفورميشن هو المعنى الحقيقي للتشوه، هو خلل بتطور، خلل بتطور جزء من العضو او العضو كله، احيانا غياب. اذا في عندنا خلل بالتطور، يا العضو نفسه ما تطور او غياب او جزء منه ما تطور او كله ما تطور. اذا في عندنا خلل تطوري حقيقي هذا بالمالفورميشن عم يصير بتطور العضو. اذا هو عمليا بيعطينا المعنى الحقيقي للتشوه اللي هو المالفورميشن. تمام؟ هلا شوفوا الديسربشن، هو بالاصل تطور طبيعي للعضو، بس صار اثناء التطور صار في حادث، مثلا سد وعاء صار في خثره بالطرف السفلي، ادت لضمور بالقسم السفلي من بالقسم السفلي من الطرف. مثلا اذا هو عم يحرك الولد التف الاغشيه الامنيوسيه على ايده، شدت قطعه التربية عن ايده مثلا، شو بدها تصير بايده؟ تضمر. هلا بايده اصلا عم تتطور بشكل طبيعي، ما في، بس هالانضغاط اللي صار على الاوعيه شو ادى لخلل بنمو الطرف. اذا الديسربشن اللي بسموها التمزقات هو بالاصل الشيء صار بعد الافتر فورميشن، يعني بالاصل تطور طبيعي بس حدث هناك طارئ ادى لخلل بتطور العضو. تمام؟ مثل الخسارات، اكسيدنت،
مثل الأدريجيا اللي احيانا شيء بيسد الامعاء اثناء بيسد من جزء من ترويته بتقدر تضمر جزء من الامعاء، هي بسموها نقص تصنع. اذا شيء انسدادي صار او بدنا الاشراء كانه يسيء، هي احد احد الامثله المهمه. اذا شفتوا شو الفرق بين المالفورميشن، خلل بالعضو مثلا جزء من الشفه غاب، لكن يعني ناس ما في حادث رعائي، ما في حادث شيء طارئ، هو الخلل بالتطور بالاصل او الطرف كله ما نما، غياب طرف تمام، الغياب مقلي، جزء من الدماغ غاب، نتيجه مشكله صبغيه او كذا. اذا المالفورميشن هو المعنى الحقيقي للتشوه، بينما الديسكربشن هو التطور بالاصل طبيعي بس صار في خلل باوضاع حادث اثناء التطور تمام. هلا الديفورميشن هو اصلا الجنين طبيعي بس في خلل بتوضعه بالرحم، مثلا عندنا نقص بالسائل الانيوسي، الجنين تحدد حركته ما عم يقدر، نقص شديد بالسائل الانيوسي شو بده يصير؟ العضلات اذا ما عم يتحرك رجلين شو بده يصير؟ بده تضمر، بيطلع الجنين متحدد، واذا كان مثلا شكل الرحم مجوف ممكن يطلع رجلين مثلا اثناء توضعه، القدم القفداء الروحاء اللي هيك لجوا، اللي هيك هي القدم القفداء الروحاء هذا بتشوفوا امثله عليها، من الكلب فيت، من مثلا نقص النمو العضلي، وهي عاده بتكون ريفرسبل، يعني ممكن علاجها او تكون قابله للعوده او ينعمل لعمليات صارت نمو شديد معالجه جزئيه الى اخره. اذا هي خلل عمليا بتوضع الجنين ضمن الرحم تمام، نتيجه نقص السائل، نتيجه المجيء المقعدي مثلا، بصير هي الكلب فيت، القدم القفداء الروحاء بسموها، هي خلل ب هلا السندروم هي مثل ما قلنا مجموعه من الاعراض والعلامات، وعاده السندروم مر معكم في هي القدم الحداء الروحاء اللي عم تكون لجوا، هي مثال عليها، نتيجه خلل مجيء مقعدي مثلا ومتوضع رجلين بطريقه ما مضبوطه ضمن وما عم يقدر يتحرك الجنين، فبتطلع رجليه هيك، هذا ممكن يعمل له فزع للوتر ويتصلح جراحيا. هي السندروم، السندروم عاده بسموها اذا هي مجموعه من الاعراض، بسموها باول احرف، مثلا هذا مثلا هارت هارت الاتش مثلا جاي من الهارت ديفيك، الاتريجيا هي الاي مثلا اوف التشواني المنع المنعر او المنقر، الريتر جروث الار، اذا عاده مثلا تشارج مثلا هي اول اربع اول احرف من التشوه او من العلامات والاعراض تمام؟ هي المتلازمات مرت معكم متلازمات بالطب. شو اسباب التشوهات الخلقيه؟ كان سابقا يظن انه كل التشوهات الخلقيه اسبابها وراثي، لحد ما طلعت الحصبة الألمانية وفي مرض التاليدومين أو عفوا دواء التاليدومين العقار اللي ثبت إنه مشوه. إذا أول شيء كان كله وراثي، بعدين بين كل هالدول من أسباب للتشوهات، أول شيء العوامل الإنتانية، العوامل الإنتانية infectious disease. أول مرض راح يتعرض له هو الروبيلا، الروبيلا أو جيرمان ميزل الحصبة الألمانية، ما هي؟ مر معكم روبيلا أكيد، وكلكم شفتوا واحد بحصب، الحصبة شفتوها كثير، بس الحصبة الألمانية أحيانا بتيجي بشكل هادئ، هذا حالة شديدة، ملاحظين؟ الحصبة الألمانية بتيجي شوية اندفاعات أحيانا على الرقبة وهون عند حول الأذن، وما بيطلع كل هدول الاندفاعات مثل الحصبة العادية. تمام؟ هي الحصبة الألمانية إذا أصيبت فيها الحامل أثناء الحمل، الفيروسات رح تنتقل للجنين وتؤدي لتشوهات عند الجنين، أهمها بالعين والأذن والقلب تمام. هلا درس التشوهات هذا نفسه موجود بالكتاب، الكتاب راح اكيد كلكم عندكم اياه وراح احطه على فيسبوك اذا بتقدروا تاخذوه، فموجود بتقدروا تسحبوه من موقع على فيسبوك، الكتاب كله هو بي دي اف، فنفس الدرس مطلوب من الكتاب هذا كامل، فمشان ما ففيكم تطلعوا عليه بالكتاب عشان التشوهات ما نضيع وقت عليه. اذا التشوهات بالعين ومثل ما قلنا احتمال اصابه ممكن توصل لنسبه كبيره احيانا توصل لنسبه فوق ال 40%، لذلك مهم جدا الاستقصاء عن الحسبه الام انه مصابه الام ولا لا قبل، واذا ما انا مصابه لازم تاخذ لقاح الحسبه الالمانيه لانه هذا ممكن تتعرض له وما تحس بالاعراض. هلا الطفل بيصاب بشويه اندفاعات والام بتجي اندفاعاتها بسيطه قد انه ما تنتبه لها، واذا صابت بكيت تعمل شيء لانه الفيروس بيكون دخل وصار هالتشوهات اللي ممكن تكون كبيره بالعين، شفته بالعين والاذن واحيانا القلب. هلا
لذلك اللقاح هو كونسيدر لازم يعني افكتيف وسيف، لازم ينعطى للكل للوقايه من التشوهات الناجمه عن الحصوه الالمانيه. سايتوميجال فيروس لسه هذا يعني اخطر شوي. سايتوميجال فيروس هو يعني احيانا اول شيء هو فيروس بينتقل عن طريق اللعاب عن طريق التنفس، تمام؟ ف اعراض كثير قليله، احيانا ترفع حروري خفيف وهن عام، احيانا ترفع مع ضخامه عقد بلغميه صغيره. هو معظم الناس مصابه، بس المشكله انه حتى المصاب ما عنده مناعه تامه، في إلى اكثر من زمره فيروسيه، لذلك يصاب مره ثانيه للفيروس، لذلك مو دائما بتعمل مناعه، بتلاقي عنده اضداد عالي، بس ممكن اذا نقصت مناعته تتفعل الاصابه في اي وقت اثناء الحمل. لذلك هذا عامل مشكله بالعالم، لدرجه انه بعض البلدان بيقول لك انه اللي عنده سايتوميجال فيروس لازم معه تحميل، لانه بيعمل ايضا تشوهات وعلاجه طبعا جربوا علاجات كثير، في منها مفيد بس علاجه صعب مثل جانسايكلوفير، يعني علاجاته بالادويه الفيروسيه الاوليه. المشكله انه نحن عندنا للاسف معظم الناس مصابين فيه وبيصابوا، والحمد لله نسبه التشوه كثير قليله، في كانه مناعه عندنا اقوى مما يتوقع يعني. ف المشكلة هذا بسموه داء القبل، يعني بينتقل عن طريق الفم واللعاب، فبالعيد الواحد بتعرفوا اذا بالعيد شو بيسلم على شيء 1000 واحد وكلهم بوسوا، واذا ما بوسوا بيزعلوا بالنسبة للرجال حتى النسوان، واحدة عندنا العادات احيانا اذا بتشوف رفيقتها 5 مرات في اليوم بتبوسها 5 مرات، فبرا شفته مرحبا الصبح وخلص ما عاد بقيت انا شاف ما عاد يحكي شيء. عرفتي؟ انا اول ما كنت بفرنسا اول ما فتت سلمت عليهم، ثاني مره بعد شي ساعتين ثلاثه متعودين فت رديت سلمت، اجى الدكتور قال لي انت ما سلمت علي الصبح؟ قلت له ايه، قال لي برا وحدي. فيعني فنفس الشيء هون عندنا متعودين فوتي وطلعه سلام ومباوسه كمان، فلذلك وحده بتنشر وحده بالحاره بتنشر المرض هذا لكل الحارات، لذلك من الامراض اللي بتنتشر وما لها اعراض هون خطورتها. يعني الامراض الاعراضيه اللي بتمشي اخطر من اللي بتعمل اعراض، الواحد ياخذ احتياطاته اذا فهي ممكن الحامل تنصاب وتنتقل للجنين وما تبين. هذا سايتوميجال فيروس او حمى الاندخال القلوي العرقه اللي هي ممكن تعمل لنا سيربرال كالسيفيكيشن، واحيانا اذا انصابت فيها العين بتعمل عمى بلايندنس، يعني اعراضها كثير كبيره وبتعمل احيانا مشاكل بالدماغ، ممكن ملاحظين بتأثر على الكبد احيانا، يعني لها اعراض كثيره روها ما لها مشكله. هذا السيمليكس كلكم بتعرفوه، هو الحلق البسيط اللي هو اللي بيطلع على الشفه، هذا نوعين، هو تايب 1 بيطلع فوق على الفم وتايب 2 على الجهاز التناسلي. طبعا هذا اذا انتقل للاعضاء التناسليه لازم ممكن ينتقل للجنين اثناء الولاده، يعني على طلوع الجنين، لذلك اللي بصير عنده حلق تناسلي هي اطفال كلوت قيصريه جمع يصاب الجنين، خاصة إذا صار ضمن الكحمي تبع الجنين ممكن تعمل له التصاقات تزيد له العين تبع الجنين. إذا أيضا هذا ممكن يعمل مايكروسيفالي، يعمل آفات أبنورماليتي إلى علاقة بال نقص تصنع مثلا الشبكية، اعتلال بالكبد، تعمل منتربديشن تأخر عقلي. إذا كمان إذا صارت فيها الحامل تفعل، خاصة إذا تقلب الدم ممكن تعمل تشوهات عند الجنين. الشيكن بوكس او الفيروس اللي هي جذري الماء اللي بسموهم بالشام، شو بسموه؟ هذا بسموه بالعوام بسموه ابو خريوم، ما هي؟ اي فهذا هو اذا صار فيه، هذا اقل من غيره بس في نسبه تشوهات توصل 20% حتى بالمراحل الاخيره، اذا ايضا لازم ننتبه له، ويفضل هذا يكون ما له مو دائما لقاح، يفضل يكون اصاب فيه الطفل، وعاده عندنا معظم الناس مصابين بالطفوله فيه. هلا الاتش اي في، الاتش اي في هو الايدز، يعني حمى نقص المناعه المكتسب ممكن ايضا ينصاب، طبعا الا الحمد لله ما له انتشار. هلا الازمه يعني من فتره لقيت مركز مكافحه الازمه زادت انتشارها بالازمه بسوريا، يعني بس ما زال محدود، يعني هو سيلف ليمتد، بيعمل لنا نقص نمو جروث ريتارديشن، بيعمل ميكروسيفالي، بيعمل احيانا تشوهات الوجه، يعني لا يخلو من تشوهات مانو كثير. التوكسوبلازموز، التوكسوبلازموز كثير احيانا متهم بالاسقاطات المتكرره والمقوسات البونديه، وهذا بينتقل عن طريق التعطعام الملوث غالبا بطعام القطط، وبسموه داء القطه، هون عندنا اللي عم يربي قطط
اكثر شيء، او طيور عندهم بالتالي عن طريق الطيور، اكثر شيء عن طريق القطط والطيور هذول. طبعا اذا الواحد بربي قطه ببيته وصاب التوكسيكوزيس وصدفه عنده اوعيه بالمطبخ واكلت منها واجى اكل منها، ممكن عن طريق لعاب ينتقل، وهذا بتصير كثير وشائع بالارياف جدا، لانه في قطط حتى مو واحد بربيها بفوت من برا احيانا بتطلع. اذا هي او احيانا لبعض اللحومات للثدييات اللي مصابه وما نمطيه، ما في كبه نيه، اللي بياكل كبه نيه ممكن تكون اذا مصابه تنتقل له هالمقوسات الجلديه. المقوسات الجلديه كمان ميزتها يعني لها زمر بس قليله، ممكن تعمل مناعه، لذلك الاسقاطات المتكرره لا يمكن عزوها لها. ليش؟ لانه اذا اسقطت اول مره شو رح يصير عندها مصابه؟ مناعه، نادر ما تسقط مره ثانيه، وعلاجها اذا كشفت هو علاج سهل، بتعمل كثير لها علاقه بالديفنس بالصمم اكثر شيء، بتعمل منتر ديفريشن وعفوا هذا اللي هي بتعمل ايضا بنرجع لها المقوسات الجلديه بتعمل تنتقل عن هدول كانه سلايد رايح تبع هي بتعمل مقوسات جلديه بتعمل اكثر شيء توكسوبلازموز تكلسات الدماغ واستسقاء الدماغ زيادة السائل في الدماغ، هذا من العلامات الواصمة للتوكسوبلازموز، وبتعمل تشوهات عينية، خلل بشبكية العين. تمام؟ هلا السفلس بتعرفوا الفرنجي، لما كنا طلاب كان نص عيادات جلدية، لما نروح نعمل استاذ جلدية هذا الحكي ب 80 تقريبا 80 من 80 ل 83 ل 85 نص المرضى مراجعين معهم سفلس، كان شائع بسوريا. لما طلع شاع البنسلين الحديث والإريتروماسين علاجاته تقريبا انقرض. هلا سألت من فترة رئيس قسم الجلدية عنا قال ما حد شفنا، وإذا أشي حالي هيك بيجتمعوا عليها كل أطباء الدراسات العليا والأساتذة ليشوفوا، ما عاد مش شايفينها، فما عاد في السفلس. قبل كان شائع جدا بسبب لانه علاجه سهل، هلا بعلاجه ثاني يعمل مشاكل كثير، سواء خلقيه يعمل صمم، يعمل منتر ريتارديشن، يعمل لاحظين تشوهات، يعمل اندفاعات بسموها مثل الصمم، يطلع جسمه تلاقي هون صار قافي جلديه بيطلع منه مثل الصمم، هي افات بسموها تقرحات فرنجيه او سفلس، يعمل بالاسنان عند الطفل عند الوليد او بالعين، اذا شيء اسمه كونجنتال سفلس ما عاد شافوه ابدا، لانه المرض هذا حقيقه انقرض تماما منه. نجي للأسباب الثانية، كل اللي حكيناه عبارة عن infectious agent، عوامل إمكانية. القسم الثاني هو الراديشن، الإشعاع. هل أكبر مثال على الإشعاع تذكروا شو هي؟ ناجازاكي هيروشيما، القنبلة الذرية اللي الناس تشعل هلا عم تساوي طفرات وعم يطلع الإصابات، نص الناس، نص المات، نص صار معهم شعوات خلقية، نص الحوامل عفوا ثلث هي ربع بربع بربع ربع الناس ماتوا على نتيجة تشوهات كبيرة، ربع الأجنة صار مع تشوهات، ربع أجهضوا، والربع لهلا في طفرات عم يعانوا منها حاليا. إذا الراديشن طبعا ممكن يعمل إذا تعرضت الحامل لجرعة عالية من الأشعة، أشعة إكس ممكن تعمل مايكروسيفالي، ممكن تعمل سكال ديفكس، ممكن تعمل سباينا بيفيدا، عدم التحام مثل القيلات على الظهر هي بتشوفوها هلا، إذا ممكن تعمل إذا جوات كثير ناجمة عن الأشعة بشكل عام. وطبعا لازم نتجنب الحامل إذا واحدة بدها تعمل كسرة رجلها عادة شو بيساووا؟ بيغطوا الحوض دائما أثناء أي أشعة ضرورية، لازم تغطي الحوض مشان ما تمر الأشعة من الجنين. وإذا كان في مجال استبدال مثلا MRI هي الأشعة الكهربائية أو الأمواج الكهربائية ما بتأثر، في بعض أو إيكو مش حاجة للأمواج الصوتية فبكون حمينا الجنين بشكل عام. وإذا وحدة بدها تروح تصور ابنها حامل يفضل ما تفوت على الأشعة معها، المهم في كمية كمان كمية معينة من الأشعة هي إذا تجاوزناها غالبا مختلف على الكمية 6 رات ل10 رات، إذا تعرض لها الحامل بصير تشوه بشكل مؤقت. لذلك إذا واحدة عملت صورة بسيطة فجأة لو ما كان في حالة أنه حامل ما في داعي تأجل، لأنه الصورة بتعطي شيء 0.1 ل 0.4 رات، يعني كمية قليلة جدا ما بتأثر على تطور الجنين بشكل عام. إذا في كمان جرعة من الأشعة لحتى نقول هذا صار الشيء مشوه بشكل عام. هاي الكيل السحالية اللي عزيزي على الظهر تكون هذا الانشقاق الشفي العليا أو فلح الشفي. إذا المثال الكبير هو هيروشيما وناجازاكي، لاحظين 28% أبورتد أجبروا، 25%
يعني ما عاشوا خلال السنه الاولى 25% صار معهم تشوهات بالجهه العصبيه، يعني عمليا فوق 75% صار معهم تشوهات. طبعا تشوهات العصبيه ميكروسيكلي صغر الراس بشكل عام والمنتال ريتارديشن. ملاحظين قديش كانت كارثه وقتها؟ بتعرفوا اللي القوا القنبله الذريه كلهم انتحروا بعدين كثر ما حسوا بالذنب هيك وماتوا لاحقا. ما هيك؟ الحد العلمي هيك كلهم انتحروا بعدين. لا اللي زدت لسه اللي زدت على كذاك لساته عايش عملوا معه مقابله. في واحد قالوا لي كل بقية انه تلاقي اربعه وحده انتحروا قسم منه، في واحد تحت بس وصل هيك على حد معلوماتي بجوز تكون معنا او كذا. هلا موضوع الاشعه المؤينه شو شعوره بعدين هذا؟ عادي عايش عادي؟ تمام. هلا الهايبرثيرميا طبعا الاشعه المؤينه نفسها نفس الشيء ممكن تعمل لاحظين انعدام راس انعدام الجمجمة، هذا التشوه كنا نعاني منه كثير اول ما بلشنا انعدام شكله بيطلع مثل اللي كان يطلع مسلسل عند الاطفال اسمه افتح يا سمسم فيطلع في واحد اسمه نعمان بيناتهم مو هيك نعمان ولا هي هذا بيشبه نعمان فيقولوا يجي لما يولد هذا شائع يعني كل اسبوع كل اسبوعين شوف حالك انعدام جمجمة ام انسكل تلاقي وشه كبير وغياب الجمجمة فيقولوا والله فلانه بالحاره ولدت نعمان لانه بتيجي حماتها تخانق او اهلها انه ما قلنا ما تفرج على افلام كرتون لانه تضحكت عليه جامد كل الولد فهذا كثير كان الهايبرثيرميا اكتشفوا انه كثير من الامراض الفيروسيه ما عم تعمل يعني ما عم تنتقل للجنين بشكل بكميه كبيره ومثل الانفلونزا الشديده مثلا يلاقوا ترافق مع بعض التشوهات فرجعوا لفت نظرهم انه في منطقه بفرنسا متعودين على حمامات الساونا دائما كل النساء عندهم العاده الصبح بيروحوا بيقعدوا لهم ساعه ساعتين بحب الساونا فولدوا نسبه التشوهات يعني الالتحام نقص التحام الانبوب العصبي بشكل عام زادت عندهم زي مثل قلاد سحائيه قلاد دماغيه انعدام الدماغ فزاد عندهم مشاكل الا علاقه بالانبوب العصبي او الا علاقه بالتحام الانبوب العصبي فبعدين رجعوا بشكل راجع لهالامراض وجدوا انه الهايبرثيرميا ارتفاع الحراره المزمن هو عم ياثر على عم ياخر او احيانا يمنع جزئيا التحام الانبوب العصبي فقالوا انه كثير من الامراض هي ما بتاثر بحكم الفيروس انتقل بحكم انه الحراره المرافقه لها عم تمنع التحام الجهه الانبوب العصبي من الانفلونزا اللي بيكون حراره مزمنه ازمنت معه او الامراض اللي بتعطي حراره مزمنه او اللي يعني اكتشفوا الشغله من هذول اللي عم يتعرضوا للحمامات الساونا بشكل مستمر. اذا الهايبرثيرميا بتاثر ايضا على تطور الانبوب العصبي او على التحام الانبوب العصبي اللي اخذناه بتتذكروا انت الامامي انت بسكر هلا الكيميكال ايجنتس العوامل الكيميائيه اللي ضمن الادويه بتدخل ملاحظين قائمه الادويه والحمل كتاب كامل هيك يعني شيء 70 صفحه عن الادويه والحمل وفي له تصنيف اي وي سي الاي قليل البي اكثر شوي مثل الصادات السي طبعا صار ممنوع صار خطير اثناء الحمل الدي اكيد مشوه مثل مضادات الانقسام فكل يوم عندنا قائمه جديده تضاف وقائمه تقدر تكتشف انه امن المشكله هدول كلهم اغلب الادويه والحمل تجي من قصة من خلال دراسات راجعة ريفيرسال أو ريتروسبكتيف ليش؟ لأنه ما فيك أنت تطبق هالأدوية على الأمهات الحوامل وتشوف إنه تشوه الجنين ولا لا، هي دراسات غير أخلاقية تمام؟ فلذلك تجي المريضة بتقول لها شوف عندها التشوه بتصير الواحد يسألها شوف أخذت أدوية شو كذا بصير يعطي التشوه لهالدواء هذا المشكلة أحيانا تكون قبل أكثر من دواء لذلك ما في كثير دقة متناهية بموضوع الأدوية الحمل بس في أدوية كان يظن أنها بتشوه بعدين انشالت من قائمة أنه خلص تبين أنه ما بتشوه هالتجارب عم تصير على الحيوانات مثل الأولى بس مو شرط كل ما ينطبق على الحيوانات ينطبق على الإنسان هاي موضوع الأدوية والحمل كل يوم يضاف أدوية كثير في أدوية معروفة مثبتة كثير أنها يعني بتشوه هدول اللي هو اول ما اكتشف التشوهات هو التاليدومين التاليدومين كان يعطى كمضاد احياء للغثيان ومهدئ ملون للحامل فاول ما طبق منطقه بالمانيا وجدوا انه كل شيء اخذوه بالمنطقه صار عندهم انعدام اطراف مر مرحله طبعا توقف بعدها مباشره بس بعد كان العشرات المئات مو العشرات طبعا الميتوتكسات ادويه مضاده الانقسام الوارفارين الادويه كثير هلا في ادويه
ايضا اقل شوي هذول مثل المحرضات الاباضه دي الكوليسترول اللي هي الكوليسترول ما راح نعرض الكحول الكحول تعطينا متلازمة فعلق على بعض الادويه الشائعه شوي اول شيء الكالدوين لاحظين هذا هو هذا ابن بنت مصابه بالامه اخذ الكالدوين لاحظين في كيف غياب اطراف طبعا في مثل كثير الحمد لله ان الدواء اوقف هذا وكان يعطى للغثيان وللمنوم عند الحوامل طبعا اكتشفوا انه بيساوي هذا التنادر الفقمي او الانعدام او غياب الاطراف نفس الشيء هذا التالميذ هلا الفيتامين ا الفيتامين ا شائع استخدامه الريتين ا خاصه كمقشر للبشره بياخذوا ريتين ا وبعدين الواحد بيقول فيتامين ا ما بضر بدنا ناخذ فيتامين ا الفيتامين ا بيأثر بيعمل تشوهات احيانا بشكل عام بالوجه بيعمل الحنك او الفك العلوي بيعمل تشوهات احيانا بالاذن بيعمل تشوهات قلبيه واحيانا بالجهاز العصبي اذا الفيتامين ا اخذه لذلك في الوصفه اللي بتاخذ ريتين ا ما هي او اسمها هلا شو اسمه؟ ريتان ايوه نفسها ايوه ريتان بتاخذ ريتان لازم 3 شهور ل6 شهور ما تحمل لانه حتى هو اصلا تراكمي بالجسم فما بينطرح بسهوله الجسم لذلك لازم تضل فتره ما تحمل بالنسبه للريتان فيتامين لذلك اعطاء الفيتامينات من الفيتامين ا مو دائما منصوح مو كل الفيتامينات يعني لازم تاخذها الحامل في جرعات عاليه هلا الفيتامين ا جرعات قليله ما مشكله 3000 تقريبا اقل من 3000 وحده ما مشكله اذا جرعات عاليه بيعمل تشوهات عند الجنين تمام هلا الكحول بيعمل شيء اسمه متلازمه الطفل الكحولي لاحظين السحبه الحاده هي هو عند التشوهات بالاشفان شوفوا متلازمه التشوهات الحفيه بين الفيشل الوجهيه احيانا اللمب بالاطراف كارديفاسكولار ديفكت واحيانا ممكن يعمل نقص نمو او تشوهات عقليه اذا الكحول معاقره الكحول بجرعات عاليه بتاثر لاحظين هي التشوهات اللي بتصير ملاحظين اثناء اذا شفتوا الطفل خاصه من الاستواء الحواف الحاده بالفم المآق تكون منطقه بين العينين كبيره اذا شفتوها مره ملاحظين كله نفس ما بتنسوها السحن الحاده ملاحظين هي واضحه بتكون بمتازمه الطفل الكحولي هي كلها موجوده عندكم هلا التدخين التدخين اثناء الحمل اهم شيء بيعمل 3 شغلات رئيسيه، بيعمل تاثر النمو داخل الرحم، بيعمل ولادات باكره، احيانا بيعمل اضطرابات سلوكيه بعد الولاده، يعني هي من الشغلات الوظيفيه اللي بتصير بعد الولاده، لذلك التدخين في ناس تعتبره امن، الحوامل لازم ما يدخنوا بشكل مؤكد لانه لابد انه يؤثر على تطور الجنين، على الاقل بيعمل نقص وزن الولاده او تاخر في نمو الجنين بشكل مؤكد. نفس الشيء لاحظين نقص وزن الولاده ممكن يعرض الطفل لقبول بحواضن ومشاكل في الاطراف اللي بتصير نتيجه نقص وزن الولاده، الهرمونات اهمها الاندروجينات، الاندروجينات مثل البروجسترون، هلا مثبتات الحمل عندنا مشكله فيها كثير، بتنعطى على الطالع والنازل، اي وحده عندها تعب وبتاخذ مثبت احسن ما تاجل، لو اذا موظف يقول انا بدي اخذ احتياطا او انه البروجسترونات بجرعه عاليه بتعرف عم تستقلب بتتحول لاندروجينات، الاندروجينات شو عم تساوي بدرجه اولى؟ تذكير اذا حامل بنت للاعضاء المؤنثه الباحثين، الاعضاء المؤنثه بتصير مثل الاعضاء الذكريه، هذا هي الماسكولاريزيشن للفيميل جينيتاليا يعني تذكير الاعضاء المؤنثه فهي من المشاكل، او اذا اختك حبانه حمل طبعا نفس الشيء ممكن تعمل التذكير، هلا من الشغلات اللي كثير شائعه كان دي تي ستيمبسترول، هذا لحسن الحظ انتم بتصور ما عم تشوفوه، اوقف بال 71، ضلينا لحد من سنة أو سنتين يجوا يراجعونا هذا بيعمل تشوهات بالرحم وبيعمل أحيانا سرطان رائق الخلايا بالمهبل فيعني مشاكله يعني كثيرة أغلب مشاكله تتعلق بتشوهات الرحم اللي بصير رحم نفس الحالتين وإلها علاقة بالعقم فكانوا يراجعونا إحنا بقصة عقم نجي نستفسر عن الأم كانوا يعطوه مثل تثبيت للحمل مثل الكوليسترول فنسأل أمك أخذت شيء مثبتات حمل نزلت تقول إيه والله هذا الدواء كان يعطوه تثبيت الحمل فهلا اوقف بال 71 فنحن هلا صار عمرهم هذول قديش تقريبا 47 سنه يعني ما عاد يراجعوكم للعقم خلص هذول انتهوا فهذا نحن الان شفنا انه كثير في عنق الرحم بيكون مثل عرف الديك شكله هيك
الحافة العليا مثل العرف. فمن أول ما يبحث الواحد بحث نسائي يعرف إنه هذا التشوه ناجم عن دي إيثيل ستيرول أو عن استخدام إما فيها دي إيثيل ستيرول. طبعاً كورتيزون متهم بالكتف فلت وفلح الشفي أو شفة الأرنب إذا شفتوها. الأمراض الأموية مثل السكري، السكري يقال إنه بزيد نسبة التشوهات 4 أضعاف إذا كان مصاب بالسكري، بس ضبط السكر بيخفض من نسبة الإصابة بالتشوهات بشكل عام. كمان نقص السكر ممكن يكون سكرة الجنين أيضا مشوه أحيانا. هلا في هي اللي اسمها الفينيلكتونوريا، إذا الأم حاملة لازم تحدد أخذ الفينيلكتون لحتى ما يصير في تشوهات خلقية عند الجنين. هلا هاي بوكس اللي بيعيشوا بالمرتفعات، بس في عندهم بتعرف مرتفعات نسبة الأكسجين أقل، فتبين إنه وزن الولادة بيكون عندهم أقل من اللي بيعيشوا على مستوى سطح البحر، لأنه نسبة الأكسجين بتكون أقل مو مثل ما متصور، فبيجيبوا سمول بيبيز أولاد حجمهم صغير بشكل عام. هلا بعض التلوثات مثل ميركوري والليد، شوفوا أول ما اكتشفوا في كان مدينة على البحر، عند تايوان او هيك، هالمدينة صغيرة شافوا انه اهلها طبعا بنصح العالمي عم يصابوا بامراض كلهم امراض عصبية مثل الصرع، فرجعوا بعثوا فريق ودوروا والا وجدوا انه هالاهل بيتغذوا بشكل رئيسي من السمك، والسمك هذا البحر تبعهم عم يكبوا فيه نفايات صناعية موجودة فيها الزئبق، فعم يتغذى عم يجي عم ياخذ من هالزئبق، فصار عندهم كلهم انسمام بالزئبق. نفس المشكلة بالانسمام بالرصاص صارت بأمريكا بأحد القرى من المبيدات الحشرية، يأكلوا من خضار يشوا مبيدات حشرية في عليها كمان هالمواد الزئبق والرصاص أو في كمان صار عندهم أمراض مثل أمراض التشوهات، يعني زاد عندهم نسبة التشوهات العصبية مثل تشبه الصرع تماما، كمان تبين إنه من المبيدات الحشرية. إذا العوامل اللي ممكن تأثر لازم ننتبه لها بشكل رئيسي خاصة بالجنين ما حكينا. هلا كيف بدنا نمنع التشوهات التشوهات الخلقية؟ يعني هذا أحد الأسئلة المهمة من خلال استعراضنا للتشوهات. أول شغلة الفوليك أسيد تبين إنه بشكل مثبت في إيفيدنس بيس نفسي، يعني الطب المثبت دليل إنه بيوقي من التشوهات العصبية، لذلك تناول الفوليك أسيد مهم بالوقاية من التشوهات العصبية. الشغلة الثانية حسب ما مررنا بالنسبة للحسبة الألمانية شو؟ لقاح اخذ لقاح الحصبة الألمانية لازم يعطى بعمر الشباب واحدة بعد الزواج، جرعة ثانية بعد الزواج، يعني بعمر الشباب يعطى جرعة هلا وبعد الزواج دغري جرعة ثانية مشان يصير في مناعة دائمة، جرعة تسكين يسموها. إذا لقاح الحصبة الألمانية يوفي من التشوه الخلقي. كمان بالنسبة للتدخين منع التدخين، بالنسبة للأشعة عدم التعرض للأشعة، إذا عدم التعرض للأشعة عدم معاقرة الطفل أو تلامس الطفل أثناء الحمل، التدخين امتناع أو الإقلاع عن التدخين، قلنا لقاح الحصبة الألمانية. شو كمان؟ هلا في مناطق موضوعة يعني ببعض الأمراض، مثلا نقص الفلور بمنطقة مثلا بسوريا، نقص الفلور بمنطقة السلمية، إذا لاحظتوا الكبار بالسلمية عندهم أسنانهم لها صفة خاصة، ما بعرف إذا حدا منهم سلمية، في حدا هون؟ إي تلاقي أسنانهم لها صفة بسبب نقص الفلور، لذلك إعطاء الفلور بالماء تلاقي بيغير انه اسنان، اول ما تشوف اسنانه بقول هذا من السلمية من المنطقه، ما هي؟ فبتلاقي اسنان استحمي خاصه بالاسنان، فهي بسببها نقص الفلور وبنيه السن بتموت، تمام؟ فهي اعطاء الفلور بالماء ولا يمكن تجاوزوها فبيؤدي الى التشوه يروح. ايضا بمنطقه سفح جبل الشيخ، منطقه بيت جن ومزرعه بيت جن والمناطق هي، هذول عندهم نقص اليود، فنقص اليود بيؤدي لشو؟ لاستبعاد درقي، فاعطاء اليود بسموه او الماء الميودن اللي بيضيفوا له اليود بيحمي من هالسرعات الدرقية، لذلك هذا مهمه الطب الوقائي. بالعالم كله الطب الوقائي بيشكل 70% من الطب و30% علاجي، نحن عندنا الطب الوقائي 10% 20% علاجي، تمام؟ فهذا اهميه الطب، دراسه المشاكل المستوطنه بيسموها الاعراض المستوطنه ببعض المناطق وعلاجها بشكل مستمر. اذا كل هدول اذا اللقاحات اليود مثل ما حكينا طبعا يكون في عنايه قبل الولاده جيده لحتى للوقايه بشكل عام، تجنب الادويه ايضا اللي ممكن تكون مشوهه الانتباه لها والابتعاد عنها.
خلينا نرجع على الخصم اللي حكيناهم. اول شغله قلنا اعطاء الفوليك اسيد هي كعلاج، اثنين اللقاح في الأرمانية اليود والفلور بالنسبه للامراض المستوطنه، عدم التدخين، عدم الابتعاد عن الكحول والاشعه، الادويه تمام. شو في كمان ممكن يوقينا؟ نعم بعد عن الحيوانات هذا كل العلاج يعني بشكل عام. الانتباه العناية قبل الولادة المهمة بشكل عام، كلها ممكن تفيدنا بالوقاية من التشوهات الطرقية بشكل عام. هلا آلية حدوث التشوهات الطرقية، الآلية أول شغلة كثير مهم النمط الصبغي، في عندنا النمط الصبغي والنمط الظاهري، النمط الجيني خلينا نقول. هلا النمط الجيني في ناس عندها استعداد تتأثر وفي ناس ما عندها استعداد. أحيانا نفس العامل الماسخ اضطراب في الجينز بيتعرض له اثنين، واحدة بتصير عم تشوه واحدة بتصير. إذا في عندنا عامل جيني، عامل مؤهل، إذا يعتمد التشوهات على إنه على الاستعداد الوراثي خلينا نقول أو العامل الجيني للمرأة. الشغلة الثانية الأكثر مرحلة قلنا هي مرحلة التشكل الأعضاء أو المرحلة المضغية، هي أخطر المراحل، لازم ننتبه بها المرحلة على 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 حدوث التشوهات بشكل رئيسي والوقاية منها بشكل هي من الأسبوع الثالث للأسبوع الثامن بشكل عام. هلا التشوهات تختلف بآليتين، يعني انتبه لشغلتين، الدوز مهم، يعني إذا واحد أخذ شوية أشعة قلنا ما بيهمه، ما هيك؟ أما إذا كان أخذ كمية صور صورة كليل ياخذ شي 10 صور كل شوي يعني تنزل مادة ضليلة، إذا طبعا هي أكيد رح تتأثر. إذا الدوز مهم والمدة التعرض، واحد حط أشعة نص ساعة مثل دقيقة أو ثواني، إذا الدوز مهم. أو الدواء نفس الشيء، أخذ جرعة دواء شفة صغيرة ولا أخذ قنينة من القطاع، فإذا نفس الشيء الدوز والديوريشن هي مهمة بتحديد نسبة التشوه. هلا أغلب التشوهات بتصير ليش قلنا بمرحلة تشكل الأعضاء؟ لأن الأنسجة بتكون آخذة بالنمو والتطور تمام؟ بتصير بمرحلة الديفلوبينج بسموها تشوز أو السيلز، فالأكثر شيء الأنسجة الآخذة بالنمو والتطور بشكل عام بينتج عنها طبعا abnormal development أو تطور شاب أو embryogenesis. هلا قمة التشوه أن تؤدي لشو؟ لموت الجنين. أقل شوي من موت الجنين شو؟ حدوث تشوهات خلفية. أقل شوي من تشوهات شو؟ نقص نمو داخل الرحم. أقل أكثر شوي يعني يدوب أثر مثل التدخين شو؟ اضطرابات سلوكية. إذا عندنا الذروة إذا اعتبرناها بالقمة هو موت الجنين، تشوهات خلفية بمختلف أنواعها، نقص نمو داخل الرحم هي صار بشكل متأخر، وآخر شيء اضطرابات سلوكية ممكن تتأثر الجنين بشكل طبعا شغلات صغيرة معروفة ما راح نعيد عنها، ممكن تكون نمريكا، ممكن ستركشرال، ممكن تكون على مستوى الجينات، هي بشكل هي سباينا بيفيدا، لاحظين يكون في انفتاق سائل الدماغ الشوكي وأحيانا مادة عصبية هون ضمن ظهره. الأكوندروبليجيا هذا مرض وراثي جسمي سائد، لاحظين تلاقي عندهم هدول قصر بس بكون تطور الروحي الحركي طبيعي تمام. البوليداكتلي هي تعدد الاصابع. البوليداكتلي هو النمط على فكره مو الطافر، النمط الطبيعي، اما الطافر هو اللي بيجي خمسه، لاحظين هذا مثال على انه الوايلد تايب النمط الشائع ممكن يكون هو الطافر تمام، فهذا النمط الطافر الخمس اصابع، اما البوليداكتلي هو النمط الطبيعي، لاحظين في مثال بس على البوليداكتلي. التشوهات الاطراف نحن هذا غياب جزء من الطرف، هي نتيجة احيانا هذا مو نتيجة التاليدومين، هذا بيكون نتيجة شراء نيوسي التف الشيء الشيء المسيع وانقطع الطرف، هذا مثال على شراء النيوسي. الشفاف الشفي وشراء الحنك احيانا بيكون يعطيهم العافيه. هلا شوفوا اول شغله راح معكم وقت انتم اليوم ما هي بدنا نبلش نحاول نشوف مين خلص نحاول نغطي لأن احنا كثير مزنوقين بالنسبه لل هلا في انا اعطيت محاضرتين لساعتين للتشريح دكتور بيان بخلص الاحد الجاي الاحد الجاي بخلص فاكيد رح اخذ هو شو قال بشوف ساعاته بدنا نغطيه مشان نخلص نحاول